تقول الأخت السائلة في هذا السؤال: إذا تابت المرأة من الذنب توبة نصوح ثم رجعت إليه ثم تابت، هل هذه التوبة تكون مقبولة وما هي شروطها؟ نعم، كل ما أذنب المسلم فإنه يتوب إلى الله، ولو كان وقع في الذنب مرة أخرى لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، فيكرر التوبة بصدق ويتوب الله عليه. وشروط التوبة معروفة: الإقلاع عن الذنب وتركه، عدم النية للعودة إليه، يعزم أن لا يعود إليه، أن يندم على ما حصل منه من الذنوب. نعم.